هلا وهلا أصدقائي، بلالالالام بلالالام تيرارارار. بهذا الفيديو راح نشوف شقلاوة بعد كورونا. هاي أول طلعة لنا. فتقدرون تطلبون من كل شيء من هذه الأشياء قبل ما تشترون أكيد. هلا أصدقائي، شوكم شو أخباركم؟ إن شاء الله تكونون بخير. رجعنا لكم فيديو جديد أني وديانا. هاي أول طلعة لنا بعد كورونا والحظر والحجر الصحي، فحبينا نطلع ونغير جو بدون أي بلان، بدون أي شيء. أنه جينا شقلاوة، جينا بهذا الفيديو راح نشوف شقلاوة بعد كورونا والأحداث والكم شهر اللي صار الحظر والحجر الصحي، ونشوف الناس شلون راجعة وشنو متغير الوضع بشنو. وهذه ورايا شقلاوة. طبعا اليوم جينا من الطريق الجديد، ما يطول من 20 دقيقة إلى نص ساعة لحد ما توصلون الشقلاوة. وهسه خلينا السيارة بالجراج وراح أصور لكم داخل سوق شقلاوة. وللي سألوا بالفيديو السابق، أنا صورت مرة بشقلاوة بالفيديو السابق، إنه سألتوني عن الأماكن والأوتيلات اللي هنا. فلما تدخلون بشقلاوة بيها هواية فنادق وبيها شقق مفروشة وهيجي، وأسعار مختلفة طبعا، يعني مو مثل بعض. وطبعا الصيف يختلف عن الشتاء وعن الفصول الأخرى. ويلا يلا خلينا نروح، خل ما أطول عليكم. مطاعم، حلويات، ملابس، كل شيء. بس انه النراجيل وما نراجيل هذه الاشياء ممنوعة حاليا، والناس تجي بس قليل، يعني مو هواية، مو مثل قبل. قبل كان هواية ناس يعني يجون شقلاوة، يجون هالاماكن. هذه المحلات مال الحلويات كانت مليانة، بس هسه لا، ماكو هالقد ناس. هذه شقق للإيجار، ما أعرف يا شقق، بس يعني يجي. خلينا نروح لهذا المكان نشوف شكو ماكو. بالعادة إحنا نجي إذا جينا شقلة ونجي للسوق وبس ونرجع، يعني أو نتعشى ونرجع. بس هسه قلنا خلينا نشوف هذه الأماكن. حلو، طبعا هذه الشجرة اللي فوق راسي بيها تركي. أكيد أكيد يانا لازم تأكل أكيد.
يس هذا حامض. بس تجيب لي بعد يمي يمي. من يحب التكية؟ هسا العصر الناس صاروا شوي شوي يجون هنا، لأن أغلبية الناس يجون السوق شقلاوة بالعصر وليس الظهر مثلنا العصر. مثل ما تشوفون هذه البنايات اللي تشوفوها اللي فوق الطابق الثاني، هذه كلها شقق مفروشة انه الناس يجون يقعدون هناك. وهذا المطعم اللي العام اكلنا به، الناس هواي يعرفوه، مبين مشهور. هسه ندخل واحدة من المحلات اللي بيها حلويات وهيجي اشياء يمي يمي. نم 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 اشياء طيبة. هذا السوق اللي المنطقة مشهورين بها. وأهم شيء أهم شيء خلي أخذكم المكان اللي شقلاوة مشهور بها، هو تا 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 هذه الأشياء كلش مشهورين بها. يمي قمر الدين. كل أشياء حامضة وحلوة وهيجي، الحامض حلو هم موجود بيه. هذا شو يقول؟ واللي يجي هنا بشكل وعادة يضربون، فتقدرون تضربون من كل شيء من هذه الأشياء قبل ما تشترون أكيد. فيا البيت بيتك. تحبين نشوف أوتيا؟ أكثر الأشياء هي فواكه، مثلا رمان، تين موجود بيها، وأشياء ثانية اللي ما أعرفها صراحة. هذا المحل كلش كبير، راح تلقون فيها هواية أشياء وأسعارها أرخص من المحلات الثانية. هنا عندهم الجمر ومشهورين بهذا الشيء، دبس الرمان. يس مشهورين بدبس الرمان والراشي اهم شيء. واحنا اشترينا السجق يا ولازم نجرب. يمي يمي. وهسه نطلع من سوق شقلاوة نروح المكان الثاني على مود جايبين طبق حلو ويانا ناكله على مود نرجع لأربيل من وقت شوية. يعني أربيل بس مطل شوفوا على شقلاوة، المكان كلش حلو بيها هيجي قعدات بالضبط. هذا جبل سفين. فهذا اليوم أني سويته تراب الملوك، فديانا راح تجربه وتقول لنا رأيها. ليش أنا؟ لأن أني ما أقدر أصور يعني. أنتي أنتي
تجربين. وهذا اشتريناه من شقلاوة. وهسه او كان طالع بقرة. هسه راح نجرب الحلا، الطبق الحلو اللي سويته، واللي يريد يعرف شلون سويته على التيك توك. يلا بسم الله. اول شيء بالخاشوقة تاكل، هذا افضل. يم يم. طبعا الحلا مو اختصاصي، اختصاص خواتي. انا اطبخ اكل يعني سا. واو عجبها. واخيرا انه شيء زين. واو جارج كان. واو يمي، كلش خفيف. ولهنا وصلنا لنهاية الفيديو. أتمنى أن نال على إعجابكم. لا تنسون اللايك لهذا الفيديو وتشاركوه ويا أصدقائكم، وتابعوني على القناة إذا ما متابعيني الحدثة، وتفعلوا زر التنبيهات. وأشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.